بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنبدأ النهاردة وركشوب جميلة قوي، ازاي نعمل ستايل زي المسلسل NCIS، يعني حاجة ميديكال بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. يمكن المحاضرة بتاعتنا هتركز على كام حاجة تحديدا، ازاي نتعامل مع الماسكس، ازاي نتعامل مع اكتر من كومب في نفس الوقت. هيبقى برضو في كلام على بليكسس، هيبقى في كلام على بارتيكولر، تمام. فهي هتبقى ورشة مفيدة فيها شوية تكنيكات كويسة، وانا بحاول ان انا اعلى بمستوى الورش اللي بتنزل علشان نطلع منها للادفانسد، وادفانسد قوي ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية بإذن الله. من غير كلام كتير تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. نقفل دي، وطبعا دي السين بتاعي، انا هعمل لها كلوز كلوز للبروجكت. انا اسف، معلش، كلوز للبروجكت وقال سيف، وتعالوا نبدأ. طبعا الانترفيس عندي متغيرة شوية، ده لان انا بستخدم كتير قوي بلجن البليكسس، وبستخدم الستار الستار داست ليه قصه معانا قوي ستار داست ده، وفي كمان افكت هبدا اعتمد عليه كتير جدا اللي هو اف اكس بارتكل جنريتور، وده بقى هيبقى تقيل شويه. فاول حاجه احنا عايزين نقسم السين بتاعتنا لكذا اليمنت. اولا احنا الستوري بورد عندنا بتقول ان احنا او الار دايركتور طالب منك عباره عن سين. السين دي بتعبر عن عدوى معينه. لو هنمشي الموضوع بالظبط يبقى احنا بنتكلم على من اول الفكره، بعد كده بنتكلم على السكريبتنج، بعد كده بنتكلم على الستوري بوردنج، بعد كده بنتكلم على السكتشنج، بعد كده بنتكلم على الديزاين. طبعا كل الكلام ده عشان نتكلم فيه يعني الموضوع هيطول مننا جدا، ومش هيبقى متاح عندنا الوقت ده، لكن المفترض حاجه زي كده بتكون جايه لك بالمراحل دي. طيب احنا ازاي نقسم الشغل بتاعنا الاول؟ يعني ازاي انا جاي لي الفكره وجاي لي السكريبت، لو بصيت لكل مره واحده كده الدنيا هتبوظ منك. فانا دلوقتي عندي المين اليمنت بتاعي اللي هو الدي ان اي والدي ان اي تشين، وعندي بعد كده في اليمنت تاني اللي هي السيلز اللي هي الخلايا، وعندي بعد كده الاليمنت التالت اللي هو الباك جراوند. بعد كده دي اضافات منك انت بقى عشان تبدا تطلع الديزاين في صورته النهائيه، لكن قسم الدنيا بتاعتك لاليمنتس زي ما احنا او زي ما احنا قلنا من شويه. المين كومب بتاعتي هتبقى 1280 في 720. بالمناسبه لو حد جهازه قليل شويه ممكن تشتغل على 960 في 540، يعني علشان الدنيا ما تبقاش تقيله معاك، لان كل ما الدايمنشنز بتاعتك بتكبر كل ما الفريم بافرنج بيبقى هيفي شويه على الرام، فبياخد من الرام كتير. يعني الناس اللي رامات عندها مثلا 4، الرامات عندها 2 كده، اشتغل على 960 في 45، يعني هتلاقي الدنيا خفيفه معاك شويتين ثلاثه يعني. لكن بما اني هعمل بتاع الدي ان ايه زي ما احنا قلنا، فممكن ان احنا نكريته، نعمله كرييشن في كومب لوحده وناخده بعد كده نوديه في الكومب الاساسيه. بس في نقطه ان هو يبقى حجمه اكبر من الكومب الاساسيه، تمام، او ممكن يبقى اصغر، بس في الحالة دي هيبقى حركته بالكاميرا محدودة جدا، تمام. فانا هعمله اكبر. انا بما اني هعمل الكومب بتاع 960 في 540، فانا ممكن اسمي ده دي مثلا هسميها المين كومب ستارت من فريم زيرو ديوريشن مثلا هقول 10 ثواني، يعني نتكلم 300. طبعا ممكن ما تكملش ال 10 ثواني، بس هنتكلم 300، الفريم ريت ب 25 فريم ريت، ريزولوشن فول، كل حاجه تمام، واقوم عامل اوكي. اصبح كده عندي دي الكومب الاساسيه
بتاعتي. انا عايز بس اظبط ماشي. دي كده الكومب الاساسيه بتاعتي. بعد كده هعمل كومب تانية. الكومب التانية دي لتكن مثلا 1200 في 1200، دي هسميها ال دي ان اي شين، لان دي هي اللي اعمل فيها ال دي ان اي. نفس الديوريشن، نفس كل حاجه، وبيعمل اوكي. في الكومب دي بقى هنعمل ال دي ان اي. هروح للاير نيو سوليد، تمام، وهنخلي السوليد دي لونها ابيض، ودي هنسميها دي ان اي، واقوم جاي عامل اوكي. بعد كده هروح للماسكس، واقوم جاي واخد ماسك، تمام، بالشكل ده. خلي بالك ان الماسك ده هو اللي هيحدد حجم التشين نفسها، فانت ما تفتحش قوي كده عشان الدنيا ما تبص منك. فاحنا هنخلينا على حاجه زي كده، تمام. هنا بقى الخطوه دي يعني هنتعب بقى فيها حبتين. احنا هنا عملنا الماسك الاولاني. مبدئيا انا عايز اعمل كنترول ار عشان اجيب الجايدز، وهعمل جايد هنا كده، تمام، يعني دي هحدد بيها السمك بتاع الحلقه، ودي هعمل جايد تاني هنا كده، تمام، بالمنظر ده. طب انا عملت الجايدز دي ليه؟ عشان لما اجي ارسم الماسكس دلوقتي تعمل سناب. طب عشان تعمل سناب هروح لفيو واتاكد ان سناب تو جايدز متعلم عليه. سناب تو جايدز، جميل. بعد كده هنروح هنا وهكليك كده وهعمل كده. طبعا انا عملته ده غلط، كنترول زد، لان لازم اكليك على السوليد نفسها وانا واخد الماسك تول. فانا هعمل كده من بره خالص واخد دي كده. انا كده عملت الماسك ده غلط اصلا، ماشي، هاخد الماسك ده كده واقوم عامله كده. طب انا عايز الماسك ده يقطع، يبقى ده هقول له سبتراكت. الماسك ده بقى هاخده دوبلكيت، بس قبل ما اخده دوبلكيت انا عايز الاول اضغط في واخد البوينت دي والبوينت دي واطلعها بس لبره سنه. بس الماسك ده بقى هو عامل كنترول دي و دبل كليك و هاخده كده مثلا، تمام، وهكذا بقى لغايه ما هتملى الباقي. بس اهم حاجه انا عايز اروح لإديت بريفرنسز قبل جنرال الاول، لان هو ساعات بيقفل مني هنا. فدي هنسميها دي ان اي اندرسكور توت تيوتوريال، تمام كده. هروح لإديت بريفرنسز جنرال، تمام، الحمد لله ما قفلش. في هنا في ابيرنس سايكل ماسك كلرز، هي دي، اتاكد ان هو معلم عليها عشان يعمل سايكل. جميل، هعمل كنترول دي دبل كليك شيفت، اخده كده شويه، تمام. هناخد ده وده، كنترول دي شيفت، خدهم كده. هناخد من اول ده لده، كنترول دي او كده، و ناخدهم كده، وناخد ده وده، كنترول دي تمام، و نفس الحكاية. يا دي النبي لسه بدري، شيفت ده وده، كنترول دي كنترول دي، ناخد ده كده وناخده كده اهو كده اهو كده كده ده كده بس. هناخد بس اخر واحد ده اللي هو كنترول دي رقم 19، وهناخده يقفل هو التشين بالمنظر ده كده. كده احنا التشينز بتاع التشين بتاعتنا اتظبطت. الفكره بقى دلوقتي ان انا عايز اخد الجايدز دي اطلع بيها فوق، وده انزل بيه تحت، كنترول ار، وارجع اخلص من الجايدز تاني. يبقى انا كده عملت التشين بتاعتي، تمام. كده احنا عملنا الكرييشن بتاع ال
دي ان اي ككل. نتكلم في الجزء اللي جاي على ازاي نبدأ نديله ال 3D